يا هلا جد غير السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في الجزء الثاني من تجربة 14 نوع موية مختلفة. الجزء الأول جربنا 7 أنواع وكان في فائز اللي هو سولاندي كابراس، شان قلت اسمها صح. الحين عندنا الجزء الثاني راح نجرب 7 أنواع الأخرى. أشكركم على التفاعل الخرافي مرة. السلسلة هذه راح نعتمدها في القناة، لكن راح نقعد نجرب أشياء مختلفة ونقارن بينها، زي ما سوينا أحر بطاطس وزي ما سوينا برضو أحسن قهوة أو ألذ قهوة أو إيش الفرق بين القهوة. فانزلوا على هذا المقطع في الكومنتات واكتبوا لي أشياء تبغون أسوي مقارنات بينها. أما الآن خلونا نخش يا جماعة الخير مع تجربة 7 أنواع الأخرى ونشوف إيش أحسن موية معانا اليوم ومن الفائزة فيهم. بسم الله على بركة الله، المتسابق الأول عندنا موية بيرير. أتوقع طبعا كل المويات هذه قد وردتكم، طبعا تشوفون كذا، هذا دليل على أنه البرودة دام البرودة خرافية، طبعا كلهم مبردين نفس البرودة يا جماعة. اللي بعدها عندنا لايف ووتر كذا WTR. اللي بعدها عندنا الأكوا أكوا بانا أتوقع شيء زي كذا. اللي بعد عندنا السيل بيرجينو، هذا طبعا احد المتسابقين اللي اسمه مره صعب بصراحه. المتسابق اللي بعده هو المونداريز، هذا اسمه كذا، ان شاء الله ما كنت جبت العيد في الاسم. بعدين عندنا ايفان، وعندنا هذه المويه اللي بصراحه لما شفتها حسيت كاني داخل مستشفى بصراحه من الزائد اللي حاطينه، واسمها بصراحه صعب ما اقدر انطقه، ما ادري شو. زي ما تشوفون هذه 7 انواع اللي عندنا اليوم راح نجربها وراح نشوف مين احسن واحد فيهم بناء على تقييم، وهذا كله ترى من وجهه نظري الخاصه يا جماعه الخير، وما في اي اعلان ترى لوحده من الشركات هذه، فقط كلها وجهه نظر خاصه وتقييم خاص جدا. راح نقيم بناء على الشكل والطعم من وجهه نظري، وبناء على طلباتكم راح نجرب هذه المره في كوب زجاجي يا جماعه الخير، ما راح نجرب في كوب ورق، هذا كان خطا مني صراحه في الجزء الاول، لكن نتعلم منكم لان السلسله لا زالت جديده. طيب ايش نبدا مع اول وحده؟ عندنا طبعا 1 2 3 4 5 6 7، حناخذ من هنا لانه ذولا 4 ذولا 3، فحناخذ واحده من هنا، وبصراحه نفسي اجرب المويه الخضراء هذه، خلونا نجربها. طبعا هذه اسمها بيري او بيرير، وزي ما تشوفون هي مويه ماخوذه من فرنسا، من المصدر في فرنسا. بصراحه الشكل حقها خرافي، لما شفته ما جاء على بالي انه هذه مويه الصدق، يعني على طول كذا لازم ادقق، وحتى لما قريت انها مويه قعدت اشك لانه معروف ان المويه دائما يجيك الشكل الخارجي شفاف، لكن صراحه الشكل حقها لا باس به، راح اعطيه 7 من 10. اوه المويه غازيه تصدقون؟ يا اخي دائما اغلط في المويه العاديه والغازيه، يلا ما في مشكله. خلونا نجربها مع بعض. طبعا نكتفي بهذا المقدار. ايوه صح، المقطع الاول كلكم قلتوا يا يوسف ليش تصب في كوب اصلا؟ بعد ليه ما اشرب على طول من القاروره؟ يا جماعه لانه انا هذه بالله بخلص دي كلها القوارير انا الحالي. لا، في الاخير لما اخلص المقاطع اخلي اهلي يروحون يجربونها وزي كذا، فعشان كذا انا اشرب من كوب، فهمتوا؟ ان شاء الله انكم فهمتوا. طيب خلونا نشوف، بسم الله. واو مرة والله توقعت صراحة لأنها غازية، فمفروض الغازية ما تكون معنا في التقييم، أنا غلطت صراحة، لكن كطعم راح أعطيها 5 من 10. أنا إلى الآن وما حد منكم ترى قد علمني إلا واحد بس في الكومنتات المقطع اللي راح، قال الموية الغازية يوسف يستفيدون منها أنهم يقدرون يسوون معاها عصيرات، فأتوقع أن إجابة مقنعة، ولكن الطعم 5 من 10 بصراحة. طيب الحين حناخذ من هذه الجهة، وبصراحة نفسي أجرب هذه الموية العملاقة، ليش؟ قولوا ليه. أول شيء هذه الموية اسمها أكوا بانا، اتوقع ان شاء الله ما اكون جبت العيد في الاسم. مياه معدنيه من ايطاليا يا جماعه زي ما تشوفون هنا مكتوب، فهذه المويه ايطاليه. بصراحه نفسي اجرب المويه هذه، ليه؟ لانه هذه النوعيه ما هي اول مره تمر علي في حياتي، انا قد شربت من هذه المويه يا جماعه الخير قبل كذا، وين؟ في المالديف، لما سافرت المالديف كانت المويه حقتهم اللي يقدمونها سواء صغيره ولا كبيره في المنتجع اللي انا فيه كانت من هذا النوع. فبسم الله خلونا نستعد الذكريات مع بعض. طبعا الشكل الخارجي اشوف انه لا باس به، يعني حلو، احطيه تقريبا بما انه ما في كرييتيف او اشكال او كذا، اعطيه 8 من 10. خلونا نشوف الان الطعم، صراحه اتذكر اني كنت مكيف عليها في المالديف، كان طعمها حلو، لكن خلونا نشوف. بسم الله. الله الله. هي المالديف ايام ايام. بسم الله. يا لبي، والله العظيم نفسها يا جماعه. مويه عذبه تحسها يا اخي، والله تحسها مويه عذبه بصراحه. بعطيها في الطعم 10 من 10 الصدق، ذكرتني بأيام المالديف كذا، أخذتني في الذكريات والماضي. أكملها أوكي آسف. راح ناخذ الحين موية إيفان، صح؟ اسمها إيفان؟ هذه الموية يا جماعة من جبال الألب الفرنسية يا جماعة الخير. وبصراحة كمان هذه الموية ما هي أول مرة أذوقها، هذه الموية قد شربتها في دبي أكثر شيء لما أسافر، فخلونا نشوف التقييم. طبعاً أيوه صح، دقيقة، الشكل الخارجي راح أعطيها 8 من 10، يعني قارورة عادية شكلها حلو، والغلاف هذا الملصق يعني حاجة عادية جدا وحلوة. بسم الله.
نشوف الطعم يا جماعة. بسم الله والأخرى. أي والله نفسها. إيش كنت متوقع أنا أصلا؟ ما لها طعم موية عادية، لكن فيها طعم، فيها طعم، بس ما أدري كيف. وأنتوا غلبكم ما تصدقوني صراحة، بس جربوا تعرفون. راح أعطيها في الطعم بصراحة 8 من 10، لا 9 من 10، 9 من 10، خرافية والله. والله شوفوا الحين احنا جربنا من هنا، الحين نفسي اجرب بصراحة هذه، لانه جاي شكلها كذا زي الزائد، ما ادري ايش وضعها بصراحة، ولا فيها حتى كلمة الا والله فيها كلمة عربية هنا ورا، كنت بقول ما فيها ولا كلمة عربية، لكن فيها بصراحة. الشكل الخارجي الصدق والله بقيمه، عجبني التصميم كذا اللون الاسود، فبعطيه بصراحة 9 من 10. اوكي، برودكت اوف يو اس اي، امريكية يا جماعة. هذه واني هذه امريكية تشوفونها، خلونا نجرب. طيب بسم الله نشوف كيف الطعم، والله العظيم اني متحمس صدق. بسم الله على بركة الله نشوف كيف هذا المنتج يا جماعة. بسم الله، فيها طعم مرارة، فيها طعم مرارة، نفس واحدة من المويات اللي قد شربناها في المقطع اللي راح، وفيها تترك مرارة في فمك يا أخي. المفروض الموية ما تترك مرارة في فمك، الموية تستخدمها عشان تمضمض فيها وما تترك مرارة. يب بصراحة فيها مرارة الصدق. واحد منكم في المقاطع اللي راحت قال ايش في المرارة هذه اللي تحس فيها، بناء على المعادن اللي في الموية، كل ما زادت كل ما قلت، فما أدري صراحة، ما عندي خلفية، ولكن أنا هنا الشكل أقيم والطعم أقيم صراحة، بقيم طعمها هذه الصدق 5 من 10 بسبب المرارة اللي فيها الصدق. طبعا ترى بعض الناس يعشقون المرارة دي، اللي أنا اللي هم بالنسبة لهم ما هي مرارة، بالنسبة لهم شيء ثاني كذا هو طعم الموية، ما أدري، ولكن غير تقييم شخصي يعني على قولتهم. أيوه صح. قبل لا أكمل، واحدة من الكومنتات يا جماعة في المقطع اللي راح قال يوسف ليش ما تجرب تخلط ال 14 نوع موية مع بعض وتجرب كيف طعمها، وحطيت التثبيت حتى. فتبغون نجرب التجربة هذه في مقطع خاص، حطوا لايك على المقطع ذا عشان ننزله لكم. طيب الحين حناخذ صراحة، شوفوا العلبتين دي كلها فيها كرياتيفيتي كذا في القارورة الصدق، فراح اخذ هذه اول لاني مره متحمس لها الصدق. زي ما تشوفون يا جماعه هذه لايف ووتر كذا اسمها، زي ما تشوفون الشكل غريب مره يا جماعه شكلها بصراحه، ما ادري ايش الفكره من الاشكال هذه اللي حاطينها، ولكن اتوقع كذا يعني انه الصيف والنخله كذا يعني على البحر وكره سله وجيه، يعني فاهمين الفكره، ما ادري اتوقع انه كذا قصدهم ما اعرف والله. فبصراحة الشكل الخارجي وحتى الغطاء، شوفوا الغطاء كيف جاي صراحة، الشكل الخارجي والله بعطيه 10 من 10 صدق، مرة عجبتني الصراحة. إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية يا جماعة، زي ما تشوفون هنا إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية. فبسم الله خلونا نجرب المنتج هذا، الله يستر لا يكون زي هذا من ناحية التقييم حقي، لأنه هذا برضو من الولايات المتحدة الأمريكية. بسم الله، والله الطريقة شو تفك هذه عشان تقدر تفك الغطاء. اوه جاي زي المطارة، يستحق 10 من 10، الحمد لله اني اعطيته 10 من 10. يلا بسم الله، خلاص هذا يكفي، خلينا نشوف كيف الطعم. يا الله يا كريم، لو الطعم خرافي ديم. بسم الله، وات والله في معاها طعم خوخ، الطعم حلو لكنها هي مويه صافيه ولا حاطين معاها؟ ما ادري والله، والله الصدق ما ادري، مياه معدنيه نقيه لايف واتر. اقسم بالله في طعم زي الخوخ، تعرفون الخوخ صح؟ بيطلع لك صوت، ما ادري اتوقع تعرفون الخوخ. بصراحه حطمني الشيء ذا نوعا ما، فبعطيها 5 من 10 الصدق. اخر متسابقين عندنا يا جماعه الخير، هذه وهذه، راح اسمي هذه 1 وهذه 2، وراح نخلي سيري تختار. سيري اختار من 1 إلى 2. اوه اختار 2 يا جماعه، يعني الحبيب هذا. بسم الله خلوا هذا للاخير، شوفوا اهم شيء هنا الغرق الدائره، الدليل على ان المويه مبرده بشكل خرافي. طبعا هذه اسمها بيليل جرينو، مياه معدنيه طبيعيه او مكربنه غازيه. اوه بلد المنشا ايطاليا يا جماعه، تلاحظون اغلب المويات اللي جبناها الى الان ان اغلبها من ايطاليا، ما ادري ايش الحكمه، يعني المويه عندهم كذا مليانه يعني يقدرون يجيبونها من ينابيع واعين كثير ولا ايش الهرجه؟ شوفوا الغازات، شوف الغازات يا عرض. اوكي طلعت خلاص اختفت، خلونا نقارن بينها وبين هذه، خلونا نشوف. طبعا الشكل الخارجي بصراحه حلو،
ما يحي لك انها مويه، ما ادري ايش هذه السلبيه الصدق، بس اتوقع ان لونها اخضر لانها غازيه عشان كذا. فراح اعطي صراحه الشكل الخارجي 7/10 يجي منه. خلونا نشوف الطعم الغازي. بسم الله. لا نكثر لان يعرف اني ما بخلصها، ولا نقعد نلعب فيها، تقعد نظيفه ومقفله. شكرا يا بلي ايش بفيلالجرينو سيفيلالجرينو. واو الاسم الصعب. بسم الله. اوه والله مره الغازات فيها ما تستسيغ المويه لما يكون فيها طعم غازات صدق. طبعا راح اعطيها 5/10 الصدق، يعني راح اعطيها وسط لانها غازيه. انا طبيت فيها بالغلط الصراحه، هذا خطاي. وايب انت قلي لي بعدها اخر واحده معنا تخلي تطلع غازيه، والله لا راح انغبن. اوكي جماعه شوف انا ما بخفيكم بصراحه، هذه المويه كانت صراحه رقم 2 نفسي اجربها في المقطع هذا كامل. رقم 1 كانت هذه، الحين رقم 2 كانت هذه صراحه، كان نفسي اجربها مره 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 لانه شكلها يا جماعه شوف والله شكلها انا بعطيه 10/10. ما ادري شكلها جاي كذا فخم خرافي طالع، تقدرون تقدمونه حتى لضيوف تقدمونه، مره مره شكلها جاي جميل جدا. طبعا طبعا حتى الكتابه عشان تقرا، شوفوا جايبينها من جوا من هنا كذا تقرا، تشوفون اي خلنا امسح لكم بمويه عشان تشوفون، تشوفون الكلام جوا. فهم كاتبين مياه طبيعيه معدنيه نقيه، مياه ينابيع طبيعيه من اسبانيا. اوه الفايز في الحلقه اللي راحت كان السولان دي كابراس وكانت من اسبانيا برضو، الله اعلم هذه المونداريز بتكون زيها وتفوز في الحلقه دي وما ادري. طبعا 10/10 الشكل، خلونا نجرب الطعم. بسم الله. بسم الله. سمعت الصوت الصب حقه دق 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 كذا، سمعت اسمع اسمع. لا خلاص ما عاد يبان، يبان بس في المره الاولى. الزبدة خلنا نرجع الموية حتى باقي نظيفة. بسم الله خلنا نجربها 10/10 نشوف الطعم كيف. اوكي طعم عادي جدا، طعم الموية اللي ما لها طعم ما لها مرارة. والله يجي منها تصدقون؟ حلوة وعذبة ما لها مرارة ما لها طعم زي اللي هو المعروف اصلا زي الباقيين الله يهديهم في لهم طعم بعضهم. صراحة راح اعطيها 9/10 من ناحية الطعم الصدق. اوكي جماعة كذا نكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم، الحين راح يصير عندكم زوم ان على الفائز يا جماعة الخير في مسابقتنا لليوم للمقطع الثاني، 7 مويات مختلفة ما ادري مين اللي فايز، لكن راح يصير عليه زوم ان الان يا جماعة وراح تطلع لكم عدد النقاط حقته لو كان في تعادل، فراح نعتبرهم الاول والاول مكرر لانه في بعض المقاطع قالوا لي في بعضها في تعادل وزي كذا. اتمنى المقطع حق اليوم يعجبكم، صراحة انا ما ادري توقعي اللي بيفوز يا اما هذه، ترى والله ترى انا اقول النقاط وانسى والله العظيم، يا اما هذه يا اما هذه او هذه صراحة، لانه ذول الثلاثة كانوا اكثر شيء عجبني طعمهم، حسيت انه مويه طبيعيه صدق زي اللي اعرفها. وبس يا جماعه الخير هذه اللي كان عندي، اتمنى المقطع عجبكم، اعطوني رايكم على المقطع في الكومنتات وايش تبغون اسوي مقاطع قادمه. كان معكم يوسف، سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اليك. سلام عليكم، حطوا لايك اذا تبغون نجرب ال 14 نوع مويه في كوب واحد ونجربها.